مدينة أكادير زراعة الكلي أكثر من 6000 حالة في انتظار المتبرعين، والرقم يعكس سلوكا لا يزال محدودا وهو التبرع بالأعضاء، بالرغم من وجود قانون يؤطر عملية زرع الأعضاء في غياب أبناك للأعضاء. النموذج من إنزغان، معك صديق بن زينة رشيد لطفي. أحمد السعدي شاب في عقده الثاني، دخل دوامة تصفية الدم بعد إصابته بقصور كلوي، رحلتان شاقتان في الأسبوع جيئة وذهابا، والأمل في زراعة كلية يكاد يتحول إلى يأس قاتل. العملية ذلك الوقت طلب بزاف الفلوس والوقت وشي واحد غير تبرع. فيما يخص زراعة الكلي هناك تقريبا 6000 حالة لتتسين انه دار عند هذا الزراعه، لان الهاجس ديال لا دياليز والهاجس ديال الادويه، لانه كاين ادويه اللي تتعطى معها هي واحد الثقل على الكاهل ديال هذ المرضى. منذ أول عملية لزرع الكلي في المغرب في العام 1988 لا يتعدى عدد العمليات التي تمت إلى حدود اليوم 263 عملية، وهو رقم ضعيف جدا حيث تسجل سنويا 3000 حالة جديدة. هناك أولا جوج المستويات، كاين المستوى الأول ديال الوقاية ديال التوعية، الجانب الثاني أنا أستغرب على أنه المغرب تم المصادقة على قانون ديال زراعة الأعضاء اللي هو قانون جد متقدم، إلى الآن لم يتم التفعيل ديالو. فليطمئن المغاربة من على المستوى الديني الموضوع حسم، على المستوى القانوني القانون مضيق وبشكل شديد بحيث لا يسمح بأي تجاوز أو أي متاجرة. ومن الأسباب الحقيقية وكما حددها الباحثون والتي جعلت المغرب متأخرا في مجال زراعة الأعضاء، غياب ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المواطنين، وكذا ارتفاع تكلفة العلاج، فعملية زرع الكلي تكلف ما بين 200 ألف و 260 ألف درهم.